هنبتدي ان شاء الله هنمسك اول سيستم هنبتدي نتكلم عليه، وهو من اشهر الانظمه المستخدمه، وهو نظام الاوتوماتيك ويت سبرينكلر سيستم، نظام الاطفاء باستخدام الرشاشات. وهنا بنستخدم الاطفاء باستخدام الووتر، تمام؟ الرشاشات بنستخدم معاها الووتر. معانا هنا تعالى كده نشوف مع بعض اول الكومبوننتس الموجوده معايا في النظام على الصوره اللي معايا دي. سبرينكلرز، الرشاشات اللي هي بيخرج منها الميه اللي هي الواضحه قدامي بالشكل ده. هنمسك كل كومبوننت دلوقتي ونتكلم عليه بالتفصيل، تمام؟ ودي بتتوزع على حسب نوعها، وده هنتكلم عليه برضو بالتفصيل. بايب كونكتنج اول سبرينكلرز، الانابيب اللي هي بيتم توصيلها بالرشاشات اللي هي بتوصل الميه للرشاشات، تمام؟ ودي بقى بيتم اطلاق مسميات عليها طبقا لمكانها ووظيفتها. ده في عندي حاجه اسمها رايزر، الصاعد. الصاعد ده اللي هو بيبقى ماشي في المنور واللي بيبتدي ان هو يوزع على الادوار، تمام؟ في عندي حاجه اسمها الكروس مين، اللي واخد من الصاعد ده بنسميه كروس مين، تمام؟ في حاجه اسمها البرانش، الفرعات دي اللي واخده من الكروس مين دي بنسميها برانش، تمام؟ في عندي بقى حاجه اسمها الزون كنترول فالف، زي ما هنتعرف عليها برضو بالتفصيل قدام. دي وحده صمامات تحكم بتركب عند دخله اول كل دور، يعني وانا جاي اطلع كده من الرايزر وانا جاي اطلع من الصاعد عشان ادي للكروس مين، بقوم مركب وحده اسمها الزون كنترول فالف. في عندي حاجه اسمها الفاير ديبارتمنت كونكشن، ودي اللي بيستخدمها الدفاع المدني. دي واضحه هنا حاجه بتبقى حاجه بالشكل ده كده، فاير ديبارتمنت كونكشن. دي وصله الدفاع المدني اللي عن طريقها بتيجي عربيه الاطفاء تركب الخرطوم بتاع الاطفاء فيها علشان يضخ ميه للمبنى. ليه؟ بيبقى التانك الفاير بتاعك خلص، فهو عايز يضخ ميه للمبنى علشان يطلع بقى بعد كده الرجال بتاع الاطفاء يركبوا الخراطيم بتاعتهم فوق زي ما هنشوف مع بعض ويبتدي يشغل المايه تاني. فدي بتبقى اسمها ايه؟ فاير ديبارتمنت كونكشن، تمام؟ لا، الفاير هيدرنت ده عسكري الحريق. لا، عسكري الحريق ده شكله مختلف، هوريهولك. لا، بيملى، بص، بيملى منها الفاير هيدرانت، بيملى منها العربيه دي، بيملى منها السيستم، الشبكه بتاعه المبنى ذات نفسه، عشان يضخ فيها ميه. دي السياميس كونكشن، بيسموها الفاير ديبارتمنت كونكشن او السياميس كونكشن، تمام؟ الفاير بامب اللي هي مضخات الحريق، مضخات الحريق اللي هي بتبقى بالشكل ده، وفي منها ثلاث انواع وهنتكلم عليها بالتفصيل، تمام؟ دي اللي هي بتضخ الميه بضغط معين وبكميات معينه للشبكه بتاعتي، هنتكلم على ده بالتفصيل. وعندي الفاير تانك اللي هو خزان الحريق اللي انا بخزن فيه الميه علشان ما بقاش معتمد على الميه الخاصه بالبلديه، لان لو الميه قطعه السيستم ده كله ملوش لازمه، تمام؟